الحمد لله العزيز القهار الذي خلقنا أطوار وجعل الليل والنهار آية وعبرة لأولي الأبصار. أما بعد، بنيلم بر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاش خوة طالت كين بر دوام نعمة القلمة وهوبكت إن شاء الله. صلة الرحم دي بابتو درس ونوبت إن شاء الله. صلة الرحم رامونوي أوا تباشي القلمة روبت خوبكي چند تو بشي قطيعة الرحم أوا خدينا كتو بجا خراب القلمة بكي أفا يعني صلة الرحم سي درجنا سي مرحلنا كسوني كي هاي ادبيجني واصل الرحم يعني خير وباشي وقنجي والهوارة مروفي خدش بيجنفي واصل الرحم يدي هاي قاطع الرحم أو باشي القلوانا ناكت بس دي خرابي القلوانا كت هذا مصيبتا أو قاطع الرحم يا هاي نباشي القلت كت ونخرابي القلت كت بجا مروفي تفيد بزانت كا مروف بخل كيش درجة الكيش آستية إش كيش وان كسانا أو ديف فرموده و سيستم إسلامي چت دا خودان خلات و پاداشت و دياري و رزق و نعمت و رحمات خود تعالى دابد چمكني خود تعالى يعني آيات القرآن صريح فرمان المام والسلمان يكري أم الجل مروفت خباش بين دمي آيات القرآن بيجوا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى مرحلة يعني عبادة الله والدين مرحلة سي درجة سي صلة الرحم چند منزلتك مازن دفخوت عليه آياتك دي بيروس خوت عاد بشت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبيل المشرق والمغرب حتى دمائك آياتي بشتين جيد بشت وآت المال على حبه ذوي القربى وصيات دي ساني بمروفي مروفي هاتي كيلن آيات تكديد بيشت يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين أفصلة الرحمة چند نيزيكي جارك تت نيزيكي باشي لقال داي بابا نيزيكي توحيد خود تعالى منزلة هاي مازنة دف خود تعالى آيات تكديد خود تعالى أمرت كت إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى چند منزلتك مازن فيريجي خوت على دايه بلكو پیغمبر عليه السلام چندهن فرمودت خو اموشگاري هندي كيري بصله الرحم واجر ثواب پاداشتي وي او كيا اوي قطعا في صله طهانيت كت او ديار كرنا سزادان هاجك والعياذ بالله ابي ايوب انصاري بيجت گوت كسانك هدا پیغمبر عليه السلام گوت پرسيورجك گوت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه كارك بكم زيكو بچم بحشتي قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم افادت تبد بحشتي انس خديج رضي الله عنه پیغمبر عليه السلام قلت ان الرحم شاحنه متمسكه بالعرش تكلم بلسان ذلق اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فيقول تبارك وتعالى أنا الرحمن الرحيم وإني شققت الرحمة من اسمي فمن وصلها وصلته ومن نكثها نكثته بيش صلة الرحم عرشي بي قريدا هندش خبش تراستا همود بيش تخو تعالى يا ربي أو كسي يعني مروفوني بجهنت ورحم ودلوفوني قلونا بكت توجي القلبي كسيبة بشتفون بوهاري كار ودلوفوني بخوا بسر داريجة أي مروفوانية نقهينة وشوانا دير بت يا ربي توش جوي دير بها فجاء اگر خود تعالى يعني تشكري عرض وعسمانا أي أف مخلوقي بچيكو إنساني تشكري اگر بش بدلتي تدفت أف مروفال كيش نهالي يعني تير بچت هذا مصيبتا أبي ذرد بيجت قلت پیغمبر عليه السلام أوصاني خليلي هذا قلت پیغمبر عليه السلام وصية المكر أن لا تأخذني في الله لومة لائم وأوصاني بصلة الرحم وصية المكر كو أز مروفوني بجهنم عندما عائشة خديجة راضي بيت قلت پیغمبر عليه السلام قلت
الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. هذا ذبريا جاكيد فيت بيوانديت نظبين خو خود تعالى قطعكت بلا صلة الرحم نجاهينت كيد فيت بيوانديت نظبين خو خود تعالى بهز بيخت بلا مروفانية بجاهينت. أنس خديج راضي بيت بيجد كت بيغمبر عليه السلام قلت من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قلت أي بفيت رزقي ويزيادة بت وعمري ويجد دريج بت بلا مروفانية بجهنت صلة الرحم الدفوي المستوايك ومنزلتك برزو بلند بت. يعني كانت باداشت وخلات وهدية يعني كرامات القلبي صلة الرحم تنخواري كانت يعني تشتت نبر عاقل يعني چوتو چمپینگا وکی بچی برف مرو وکی خوب تلفون آوی بکی محتاجی آوی بقدینی یعنی عمری تا پی دریش بد رزقی تا پی زیده بد او پاداشتو خلاطی صلات صلات الرحمه. پیغمبر علیه السلام دمی چو مدینه و مشخد بی عبدالله بن سلام گود خلق چون پیشوازی پیغمبری کرن علیه صلات و سلام بجا گود فرمان الخلقي كر وصية الواناكر أف أمواجداري الواناكر قوتوانا يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلة الرحم جكر إيكشوان أجرا كومروف بإمناهيش دنياي فتن ونخوشي وآلوزيت ودرباز بد كارتي كرن لينكت بسلامتي بجهد بحشتي. صلة الرحمة دي أف مروف بسلامتي ديش دنيا يدار باسكت. صلة الرحمة مروف والمروف يتكت الدنيا مروف توشي فتنانا بد. صلة الرحمة باري الدنيا سر مروف يسفكت كت. سبحان الله. چند مسلمان هنا أفريكا إك جار جرينجي بينادن. بس يتهين خدان خيرن يعني هزرك مازن بودكن. بلكو بأجرك وطاعتك وعبادتك حسابتكن بلكو إشوان ناشد شواء نفيجت وانا إشوان ناشد مواسمو سرادانو أوقاتت مروفت خوشك إش دس نادن إتهين مسلمان وصا يعني بزابتكن بوخيري. أبي هريرة خود إجرازي بتقول قلت بيغمبر عليه السلام قلت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أوي صلة الرحم نجهينت أوي قل مروبت خونا باش بت أو بيرو باوري بروجا قيامتك قلق لوازة بيت مراجعيك إش إجبن إجبني وإش أساس الإيمان أخو بكت أن أفا يعني إيمانوي قلق هش هجوك أف إيمانا نفس سلامته اف ايمان بسلامتي ويش دنياي در باز ناكت اف ايمان دي روجا قيامتي پر سرجي تاكين سربي ايمان كيمو كياسو لاوازو ضعيف. علامات بيجن صلة الرحم اوا دايبابن وجا چكاسد علاقتو بيوانديت مروفاني قلبان دايبابا هابن او صلة الرحمة ماما خالة متى خالتا بس ماما حتى ويباتريا. يعني عندك علماء يعني رأيك هين دمت بيجن كخالت نش صلة الرحمة بس بيغمبر عليه الصلاة والسلام الفرمو ديك إشارة بيدت بيشت الخالة بمنزلة الأم إباشا أجر خالتا مروفي خو تعالى بنت الرئيزة ديكينية ديكا مروفي باشا ما تشيد بيت مروف يعني صلة الرحمة قد ديكا خونكت أبا نبر عاقلة فجاء أف جهات المدرسة نيشان كريوك مامو خالتو خالو مد أبوانا همي صلة الرحم دفيت مروف القلوانا يعني بيواندي بهيسكت هر دي ساني هر أف صلة الرحمة يعني دفيت تو وكيد بيجن تو بزاني كاتشل سرتا فرا أف صلة الرحمة بتبت نميسان دن عبادة وأجر وطاعة. صلة الرحم أوكو
هوك مروفتا أو بش بددتا تبتي سرابدي. يعني بيغمبر عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اتناف كومالقه جباكت مسلمان دا أفريكا هند شيطان ودنيا وشهوات ونفس المروفي الظال بيا مقاييس بيفرت مروفي أفريكا بيا يعني مخابني فا مادة وبارة وزنجيني ومكانة ومنصب وبوست وشهرة وعلم وزانين أو مروفي فان تشتهبت وقت صحت كتا مروفي تخوش بنويدنا أف مستوينينا جاهل احتمال فقير نخوان دفايا نزنجينا نمكانة ونمستوى ونبوست ونأودينينا دي بشدتي دي وإهمال كت اشوفا اوش تيقهشتن وثقافت وشارزاي اوش مكانتا مروفيا اوش تيقهشتن وعقل داريا مروفيا بس ابا مصيبتا ابا مصيبتا فيت مروف تيبقهت بزانت فرموده پیغمبر عليه السلام آخفتني توي وحي عسمانيا نجدف خوي قوتي ادفتو نزيكي وان كسابي تا شولب مكانتي نبت ابا ديتشت روجا رحش كالواشي در كبت ديتشت وي قبري ده خلاص دي برسيارة مروفيتو برايتو كرمتو مامو خالتو متاتا ديشتا يتكرن چه سال عمريتا دا تسراوي دابي تا محتاجي قدان تا سرادا وقتي نساخ بي تا زاني چي كيماسي ومحتاجي وطنگاوي تا زاني كو برسي آن دي برسياراشتا يتكرن برسيارة شهادشتا نا يتكرن برسيارة منصب و پست و دا صلات داريتشتا نا يتكرن چند سال تا خوشي برو تا خوشي نبر فجا مروفي مسلمان افريكات بيد فرصت و دریبه بو خوب زانت و ببیند او منصب و پست و پاره و شریکه و رسید و مکانت خود دایی ادوید بزاند بهر و پشکه که مروویت ویجید وان تشتایه هی دابشی وان آجو بکد دیو محتاجی و یعنی پیدویاتی وانا کس پاره خواه همین مروویت خواه صرف ناکد بس ادوید اندک وقتی هی سر تواجب و فرزه تو الهوار وانا بچی داخو تعالی وقت رزقه تجی زیده کت و برکتی بخت عمری تجی کت حتى عندك هين پیغمبر عليه السلام وصيته هن اسماء كري اسماء مسلمان ديكاي كافر بي ديكاي ديت بيت سرا ديا بيت سرا بدت گوت پیغمبر عليه السلام ديكامن هشتا مسلمان نبي بيت سلام بدت پیغمبر رخصت داي گوت بلا بيت يعني صله الرحم قال مروبت اگر كافر جبت ادويت تو سرا بدي اف سرا دانو اف نزيك بينا ده پیش پیش دلیل برف اسلامتیه و چطور ده مسلمان متوجه برف التزامه و اد. اما کافره مروریت اد بیت سراب دی. و جن خواسم افرک مروریت مسلمانه یعنی تقوا داره اهلی مزگفته نوشکره دیرش بدع و الحاد و خرافات و سرانه دی. تو مقصری در حق ویده. ایک هدف پیغمبری علیه السلام گوته پیغمبری خوده. گوته مهند مروریت هین مروریت منن اصیلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي أزبر فونا فتشم درجة خال من وافكن نزيكي وانات بم بشتد من أزباشيل قال وانات كم خرابيل قال متكن پیغمبر عليه السلام قلت بردام با لئن كنت كما قلت فكإنما تسفهم المل أو خوليا قرم قلت هر جاري تو بيتشي درقه وانا بقوطل دفوان رين يا خواري بو انا نخوش بتو عيجز بن وطنقوف بن يعني حشكو بتو بارك جيرانت مولوان دا حشكو تخوليا قرم بسري وانا واردكي ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك برد دوام هر دمتو تشي بجا هندك جارتو سطلكي پلت قرم وخوليت قرم بسري واناتكي هندك جار يعني تمت بجا دي مولوانا بت حشكو قلابه که خیزی و خلیت گرم دیب سری وانا ورکی ای باشه ای مروف ما چید بد مالاتا ببت حاشا جی گیف کو زبال و خلی و خلیت گرم اینه او دینه و شرعه و وحی عثمانیه و آماشگاری پیغمبری علیه السلام ام همی مروف اش ایک بابین ایک مروفین ایک چیکرید خود تعالی ایک انسانین ایک ماده هاتین چیکرین ام همیش تقنی هاتین چیکرین اف مزناتیه و فخ فخ ها وکید بیجند افن بلند کرن و درگه با فلان کسی ناوکی و رینادی فلان کسیش به فقیری و تانگاوی دست کرتیاوی اوه مصیبت ها و تو مراجعه الوی ایمانی بکی آنه بخودی روژا قیامتی دیکوی بن طناها خوالیت گرم اگر تا چند عبادت و طاعت که بدید و سزادانا
قطعت الرحم جتو بخوي رجاء قيامتي بصانهي سرت درباز نابد. صلة الرحم يعني هريكو ديف كاچن نيزي كتايات دي وصا صلتوني يعني سردانو محتاجي و طنقافي سري راكي تحال خوش بي براي كتا فقير بت سرت واجبة باري خوص صلة الرحم قلبكي براي تزنجينة فقيري دي بصلافو سردان صلة الرحم القلكي يعني مخابن أفريكا قلق مسلمانا أمد بينين يعني كأسانك خط على كرم القلكري باريكي هاي بإسنور بجمالين وبجمليارات إيد بينت دبرت إيكن إيك فقيرة إيك زنجينة إيه زنجين دلينو شتي محتاجي براي خب قتينت ما مش دير وسحت كتي بش چمکینه و بوچی برایوی سرانی نادد بوچی برایوی محتاجی و ناقتینه بوچی برایوی زکات بنا بد بوچی برایوی درمان بنا کرد بوچی برایوی عملیات آینا کرد ای باشه برایوی دی چه جهنمه ای باشه اگر او مسئولیت او ادا نکرد که بسرته که بسرته اما تو دیش دیر بسح کیه حتی برایوی اش محتاجی و طنگاوی و برساتی و نخواشی و نساخی بمرد تو چه گناه باری؟ وجاوا درجه ای که وجک یعنی ادویت مروف استدراک واسعی بکت یعنی ادویت مروف نیچر فان بت مروف خو بر مروف خو خو ودت یعنی سحکت کیش کیش نزیکترین ایکن محتاجه ایکو نو ایکو دنا قاتینن راست تو خو بچی بکت نافرا تو محتاجه ای قاتینی تو بیجی به پاره من تو بیجی به درگاه من تو بیجی به رقم تلفن من تو بیجی که محتاجه تهبت خوب گهین من اوا درفته و فرصته بوتا اگر تو تشتكيش فرمودا بيغمبر و اسلام و تشريعات و قوانين بزاني شو اگر تو نزاني منا بحثته يا سبحان الله يعني تهين تهين في مستواي هاي نبجباك مسلمان دا يا هاي اخير اش خود كت يا هاي في مستواي معامد قلمر بخود كت يعني سرا چي قطب وي خواني بكبت وي مزرع بكبت وي فيلي بكبت وان دولار بكبت وان شركات بكبت اگر افريكا بهر براي خل جدر نا اخم محتاج براي خونا قتينم مامي خونا قتينم خوشكا خونا قتينم بوچيا وفطنيا ومصيبتا أموالكم أولادكم قطعنا قالك عرض بحسين دي كيري مصيبتا بلايا يعني سرشوريا هدي بوچي مروف الخاكت أفريكا عقلة قطعنا كيري سرمدا ادفت ما خلاص كتش ما توشي آقري ناكت مش دنيا دربي خد سرفرازي بجا صلاة الرحمة أوا سردانا مروف تخطو بكي درقاي مالا خبوانا وكي محتاجي وانا اگر تباره بتوانا بوانا بقاتيني باره بديوانا يعني احترام مزني وانا بگري رحم دلواني بچي كتوانا ببي يعني قدر وقيمة بوانا بگري وقت بين برفته و مشاركة وخوشي ونخوشي وتازي وكيف خوشي وانا بكي دليتا چتي دا نبت در حقي وانا كربوكينش وانا نراكي مشاكلت وانا تونيزيكي وانا بي دعا بوانا بكي يعني هبا همي مرتبات درجات ودعوتهم جارك مناسبات أفريكا زحفنت نفصالة مسلمانة دا يعني دا خوزا وانا بكي خوارنكي شيفاكي بيقو بخون شنيقا سحكا يعني احساس و ايمان مروفي كاد جهتا چه آست جنت خوشية الدنيا دا يعني مجالس تقل مروفي مروفي طامك ولذتك يتدهي بس او كسان تزانت اوه بردام مشاركة يعني مروفي خود كن اتناف خوشي ونخوشيات او تزان ايه هاي ظلامة يعني ريك لجنكا خود قرد سلام مروفي خوندد اگر بزانت بو جنكا يفتنه يدي توش نخوشي وقرفت ومصيبت ومعصيتك حقيوية هاي بس بهراب بتر مروفي مروفي والمروفي ناكن حقي وي ظلامينينا ريك الجنكا خواه بقل السلام رد خواه ندن هند جار ما يعني ما من سيشار برايت ايكن بچيكت خوشت عالمينن نچا سلام مامي خواه ندن خالي خواه ندن ويه دينه ده ادويت زاروكت وانا وان داي بابا هشيار كن قهداري وانا نكن بشت وان ربچن افصلة الرحمة بقهينن افا فرموده پیغمبری السلام افا منهجي اسلامي افا وحي خود تعالى يعني دا أم توشي قرفتو نخوشي ومصيبتنا بن ودمي خوة تعالى قف المدكت فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني مصيبتا دمي خوة تعالى بيجت فهل عسيتم أن إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني ودفيت فسد كفت عرديدا ودفيت هين خونا يكود برجين شو يا ربي بيش تقر هين صلة الرحم نجهين أبدا بسري بيت والعياذ بالله يا ربي خوشي وبخت وريد درست اتناف سيستم ومنهج تدايا
يا ربي منهج دين إسلامي البرد لمشيرينكي. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.